الصعيد العالمي كتنصحنا باننا ما نمشيوش فيما يخص سيديكالمون اوربان تمدد العمراني. اليوم حاولنا استجابه لواحد المجموعه باش نكونوا في لي برانسيب ديال ديفلوبمون دورابل، حاولنا اننا نحدوا التوسع العمراني عبر فتح فقط 2% من المناطق من مجال تدخل فيما يخص تسنيم التهيئة. دائما فيما يخص تعزيز الاستدامة أدمجنا واشتغلنا على إدماج مبادئ النقل والتدخل، وذلك بتوسيع مجموعة من المحاور الطرقية اللي غيمكن لها أنها تستقبل لو تخاموي. وفي الأخير تم كذلك تعزيز كما قلت قبل قليل تعزيز الطابع الأخضر، وذلك هذا فيما يخص الاستدامة، وكذلك إدماج مبادئ التنقل كما كتشوفوا بأن واحد مجموعة ديال المحاور الطرقية، واشتغلنا كذلك على واحد مجموعة ديال الباركين. مثلا تعرفوا مدينة الرباط محتاجة لواحد مجموعة ديال مواقف السيارات، أنها برمجناها باش تستقطب الدينامية اللي حنا نتوق أننا نحققوها فيما يخص هذا التصميم. وفي الأخير تم تثمين كما قلت قبل قليل الطابع الأخضر. اليوم وجب فقط التذكير بأن تكلمت على تكريس والحفاظ على المكتسبات، ما بين هذه المكتسبات اليوم مدينة الرباط يمكننا نكون مفتخرين الجميع أنها تتحقق واحد النسبة اللي كتفوق بكثير يعني لي نورم ديال لو ام اس فيما يخص لي زيسباس فير. اليوم عندنا 75 متر كاري لي باغ ابيتون فيما يخص هذا. اشتغلنا باننا تم الاشتغال اننا نكرسوا نحافظوا على هذا وندوزوا من 75 متر كاري باغ ابيتون ندوزوا ان شاء الله الى 80 متر كاري باغ ابيتون. وهذا نشكلو كما تتعرفوا انه يبوء مكانة العاصمة الرباط واحد المكانة على الصعيد الدولي، وتبوء الصدارة فيما يخص مقارنة واحد مجموعة ديال العواصم العالمية، وهذا الشيء ما يمكننا الا نفتخروا به. في الخلاصة قبل ما نختم نبغي نشكر جميع على المساهمة كما قلت قبل قليل، المساهمة في هذا النقاش العمومي اللي من شأنه أنه يغني هذا التصميم التهيئة، اللي من شأنه أنه يمكننا أننا نعرفوا في أن كاين واحد مجموعة إشكاليات يمكن ما تمش أخذها بالاعتبار ولا يمكن ما مرضينا لا شباب. كنظن هذه فرصة، ومادام بأن هذه فرصة أنا مستعدة أنني نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم وراء الإشارة جميع الملاحظات ديالكم. يكون امتنان على مستوى النقاش اللي شهدته القاعة اليوم، وهذا النقاش اللي يمكن لي نقول عليه أنه نقاش مسؤول، واحد مجموعة الملاحظات اللي تابعوها مجموعة من المتدخلين والمتدخلات اللي كتعبر على الغيرة ديالهم من أجل المستقبل ديال هذه المدينة، ماشي يمكننا غير نفتخروا به جميع، وحنا كنتقاسموا معكم كذلك جميع. غنحاول نجاوب على واحد المجموعة ديال الأسئلة بشقيها مثالي و دو فون بي دو فون. في الأول غنستضيف واحد المجموعة من النقاط اللي طرحتوها جميعا فيما يخص الشق المثالي. أولا تعرفت على واحد المجموعة ديال خصوصا من مقاطعة يعقوب منصور، مشكلة الحضور. مشكلة الحضور هو كانت حضارية، حنا ماشي مبغيناش، وهذا الشيء مهم جدا. كان مشكل في التوقيت والبرمجات ديال ما كانش بإمكاننا أننا نكونوا في نفس اليوم أننا أونجير خمسة المقاطعات في نفس اليوم. ممكن الوكالة الحضارية كان ينتظروها الساكنة المجلس ديال الكونسول، كانت صدرت الإجابة على أسئلة مقاطعة السويسية. يعني هذا مهم جدا أننا نوضحوا، كان يمكن هذا كيعود البرمجة ماشي ما بغيناش نهائيا. حنا مفتوحين على جميع زعما مفتوحين باش نشاركوا، مفتوحين أننا نتقاسموا معكم كل ما يخص كما قلت قبل قليل تشخيص فيما يخص راه ما عندناش مشكل. إذا غير باش نركز على هذه النقطة وهي مهمة جدا، ماشي ما بغيناش ولكن ما قدرناش ما
المشكل الثاني النقطة الأخرى اللي ضروري أنني كذلك نجيب بها واحد الإجابة هي التوقيت. التوقيت ديال الكونتر ديال المجموعة. التوقيت ديال البلان داميناجمون، البلان داميناجمون إلا إتي أفيشي لو 24 أوت، لو 24 أوت عندنا الدخول هو لو 1 سبتمبر. كان كذلك مهم جدا أننا الجالية المغربية اللي كتكون حاضرة في هذا الوقت أننا نخمولها، لأن ما يعاب علينا دائما من طرف الجالية المغربية هو أننا كان على كل بلان داميناجمون ديالنا في الوقت اللي ما كيكونوش يعني واحد 6 أيام استفدنا على أساس أن 27 يوم كانت واحد الدخول لسبتمبر اللي ما يمكنناش نقولوا بأن كان توقيت أننا اعتمدنا نهائيا، كانت واحد الفرصة أننا نعطيو كذلك الجالية ديالنا المقيمة بالخارج فرصة أنها تطالع على مقتضيات الصوتية. وفي هذا الإطار نحن كنا واعيين بأن هادشي ما كافيش، صحيح بأن في المساقل كلها تحترمات بما فيها ما في شاجة بوبليكاسيون اكسيتيرا، ولكن كنا حريصين كذلك أننا نوضعوا رهن إشارة للجميع واحد الجيوبورتاي اللي نتوما كتعرفوه. لماذا؟ عملنا على أساس اشتغلنا على هاد الجيوبورتاي لتقريب المعلومة من جميع المواطنين. حنا ما عندنا نخبعو الحدود، البلان داميناجمون جا واحد مجموعة ديال المقتضيات، كاين واحد لي بروسيدور ادمينستراتيف لي زون تي ريسبكتي، وكان زدنا عليهم لو جوبورتاي باش إذا كان شي حاجة أننا المنفعة تعم الجميع وكل واحد من قلب دارو يتمكن من قلب دارو أنه يدخل لهاد لو جوبورتاي ويشوف أشنو هما المقتضيات اللي جا بها هاد السنتية. وكنظن تكلمتو على الموضوع قبل قليل، هادشي كيدارش في إطار لا ترونسبارونس لاكسي لانفورماسيون اللي ما يمكننا غير نشيلو به كذلك جميع. المشكل الآخر هادشي كله ديال المشاكل الاقتصادية مازال مكانش في الفون. تكلمتو على مشاكل هاد البلان داميناجمون كيثير مشكل مصاري، هنا ضروري جدا أنني باش ميكونوش واحد مجموعة من الغلطات اسمحولي إلا قلتها لكم، هاد المجموع هاد المشكل المصاري مكاينش. التصميم سيحترم جميع المقتضيات القانونية اللي معمول بها. قبل قليل السيدة تكلمات على المقتضيات القانونية، تقولنا وسيلة دو ريسبي ديال لاغيتي دو ميزاليتو، دو ريسبي دو سلول، دو ريسبي ديال دو سخات. أنا كنقول كاين جوج، حنا شنو بغينا؟ قبيلة قلتو بأن هادي يعني علينا 20 عام ما كنسمعو هاد البروغرام يعني كان عندنا سيرنا دي با شوا، يا اما نلبسو نتسناو لو ريسبي ديلابوراسيون ديال لو سو، يعني نعملو على اعداد تصميم توجيهي اللي هو لو سو، وكما تتعرفوا لا كومباتيبيليتي ديال لو سو اكثر تعرفها مزيان. اليوم لو سو اللي عندنا في الرباط اللي دات دو 1995، لا دوري دي سيرنا المده الزمنيه ديال ان سو هو 25 عام، يعني مدة سدو أصلا اللي تنتكلمو على لا كومباتيبيليتي ديالو دو كومبا مبقاتش سدو 25 عام تسالات سدو. داكشي علاش قبيلة كنت كنقولكم بأن راه هاد المشروع أننا استلهمنا توجيهات من توجيهات الملكية السامية. هاد المشروع جا باش يكرس ويتمم واحد المجموعة واحد البرو ديفلوبمون استراتيجي اللي سيدنا الله يصلح طالب الانطلاقة في إطار مدينة الكيلون. هادشي ما كاينش تصميم، يعني ان ما نهضروش على المشكل المصاري، لان المشكل المصاري ما كاينش مشكل مصاري، ما كاينش لا كومباتيبيليتي ديال لو سو، يعني كاين اون بو توجور اتوندو، نقدرو نتسناو حتى يتسنى هادي المقاربه من سي افو دو فوا، نقدرو نتسناو حتى يدير عاوتاني واحد لو سو، ياك نتسناو 20 عام اخرى وعاد نديرو هاد البلان داميناجمون. زعما سي ان شو اخر، حنا قلنا كاين واحد المشروع ملكي اللي كاين، توابيت كاينة، نبنيو عليه ونزيدو القدام. هذا هما لي زورونتاسيون لي اون سي بازي سو سي زورونتاسيون. نقطة أخرى اللي
كتشوفوا هاد الدبلوم اللي راجعوا كما تتصوروا قريب انه هاد كانت فرصه بصح واحد النقاش. علاش درت هاد النقاش؟ صح واحد النقاش لانه مشروع هو تصميم تهيئه للجيل الجديد. جات العادة تصاميم تهيئه اننا كنجيو تنعليو تنزيدو كنزيدو في لادونسيتي كنزيدو في ليتالمون اوغان وانتهى الامر. اليوم كان هذه العاصمه المملكه هذا ماشي اي بلان داميناجمون، هذا بلان داميناجمون ديال العاصمه المملكه اللي ضروري كما قلت قبل قليل اننا نستحضرو الخصوصيات ديال العاصمه المملكه. يعني مشينا فتحنا واحد المجموعه وهذا كما قلت تصميم النوع الجديد جديد، جينا بواحد المبادئ جديده اول مره في اطار تصاميم تهيئه المغرب كله. وأعيما أقول أول مرة أول تصميم تهيئة كيجي افيك دي بلون دو ديتاي اللي كنتكلموا على اون زون فيلا كي غاتيك موتي اللي غاتغير اون زون ايماب كنقولوا ها كيفاش هذا زون فيلا غاتبدل. ما يمكنناش نعاودوا التجربة ديال الكارتي دلكدان فاش كان اون زون فيلا وجا طلع كله. واليوم كنشوفوا أزقة اللي في اف بلس 4 كنلقاو أزقة اللي عندها 10 متر اون لو بو بلو سو بيرميت سا، هذا مهم جدا. دونك هذا صحيح ان كان النقاش لانه تصميم كاين شي حوايج جديده ما كايناش في البلان ديال العشر، كاين لي بلان دو ديتاي، كاين مبدا ديال التجديد الحضاري تنقولوا اودي. وهنا كاين واحد مجموعه ديال الملاحظات اللي كانت منها ويمكن كنحل النقاش بشانها. ملي كنبغيو نديرو ان بلون داميناجمون عندنا ثلاثة المقاربات، يا إما ليتالمون أوفا يعني عافية التوسع العمراني، يا إما التجديد الحضاري سادي غادي سوغ الماب، يا إما لا دونسيفيكاسيون. حاولنا هاد المفاهيم كلها ما كنشوفهم واحد، مايمكنش نجي في بلون داميناجمون غنقول اليوم غندير كثافة سكانية غندير تعليا كلشي، هذا مايمكنش. ما يمكنش غنجي في البلان ديال الجو غادي نجي الحضاري كل شيء وما يمكنش نديرو هذا. حاولنا على حسب الخصوصيه ديال كل مقاطعه على حده، حاولنا كذلك على حسب الخصوصيه ديال واحد مجموعه المحاور، حاولنا كذلك على حسب الاهداف اللي سطرناها. ملي تنتكلموا على التجديد الحضاري ديال لي زاكس وهنا يمكن جو روبوندير على ديال التوسيع ديال الازقه اكسيتيرا. تنقول هذه المناسبة أنني سنقولها وتتحمل شنو تنقول. توسيع دار واحد مجموعة ديال المحاور اللي هي مهيكلة بالنسبة لتعديل التضامن. يعني ملي تنتكلموا على لا كورنيش سي تان ستركتور، ملي تنتكلم على الكفاح سي تان ستركتور. ما يمكنليش ندير التوسيع. وجينا وقلنا شنو قلنا؟ قلنا هاد لاكس كنثيروا انتباه بأن هاد المحور هو مهم جدا. يعني هو خصو دار فيه التعليه، خص المشهد الحضاري ديال هاد المحاور الرئيسيه اللي هي وجه الرباط خصها تبدل. ولكن درنا لها اخ بلوس 6، ولكن هاد اخ بلوس 6 هي مشروطه. اللي بغى اخ بلوس 6 ما يمكنناش سي ان باكيج، ما يمكنناش نقولوا بقعه ديال 60 متر نطلعوا فيها اخ بلوس 6. حنا اللي تنقولوا هادوك الناس اللي كاين هو اختياري، هذا هو تنقولها وتنأكد عليها وتنسطر عليها. اللي بغى اف بلوس 6 اسيدي هذا هو الشروط ديالو، اللي ما باغيش يتهلا راه ما يخرج، راه هو تما ما كاينش اللي غايميزو، ما كاين اللي غايديرو، ما كاينش اللي غايوصلو. هذا مهم جدا انني نكون شيرجو. انا كنهضر على توسيعه فيما يخص جميع المقاطعات. حنا تنقولو اطار التصميم اللي بغى اختياريا اللي بغا يطلع هادو هما اكسيس، هادو هما الشروط ديالو. سي ان باكيج، سي ان بروند في هاد لو سونس. هادشي ما تيعنيش بان اليوم غيتم الهدم ديال شي واحد ولا يخرجوا على المؤسسه ديالو. يعني اختياريا انا عندي بقعه فيها 60 متر، جو ميكسبلي، انا عندي بقعه فيها 60 متر، اليوم الا حطيت ان دوسي دوتوريزاسيون بوغ افوار ان بلوس 6 غنقول لك لا. ولكن الشروط، شنو هي الشروط؟ كينظم الا بغيتي ان بلوس 6
تفاهم توجير اختياري الى تساهمت ولا تساهمت شو راكم بلاصتو لا غير سمحوا لي الله يخليكم الى تساهمتوا مرحبا الى ما تساهمتوش راه كل واحد وراسو حتى شي واحد ما غيقيسو اختياريا وانا اؤكد على هذا الشيء ان بهذا البروسيس هذا غير سمحوا لي تصمت لي الله يخلي تسمع لي يعني هذا الشيء ديال التعليه ديال المحاور هي اقولها ويمكن غنسد هاد سواب منوع سواب منيعة وصوت عليه سواب منوع سيد نائب سيد مستشار سواب منوع يعني عنده الحق يصوره صحافة وغادي تكون على هذا الموضوع اللي هما صحافة بصح اللي هما اللي عندهم لاكارت دو بريس هذا اللي هما صحافة بصح والإدارة هي اللي تدير بنت ماشي أنا هاد الصحافة بصح تفضل يعني كنت كنتكلم على المحاور المهيكلة فيما يخص أقولها بكل وضوح ما كاينش شي وضوح أكثر من هذا التعنية مشروطة واحد مجموعة ديال الشروط منها الضم منها واحد مجموعة سياسية الطرق إكسترا هذا اختياري وحتى شي واحد إلا ما بغاش ما غينزم عليه حتى شي واحد أنه يدير هادشي هذه مهمة جدا ثانيا فيما يخص الأحياء ديال يوسفيا قلتها قبل قليل ولا تنعاودها باش ما تكونش مغالطات هذا الشعب ولا تنقولها انا كنعرف انت ديال السياسه انا اللي تنقول لك انا تقنيه شفنا حلول الفريق ديال الوكاله على هذا التسليم والهدف اللي قلنا بان هذه المنطقه هي منطقه ديال التدخل العمومي كما قلت قبل قليل هي فرصه لي تسليط الضوء على الاحياء ونقول لهم انت هذه الاحياء راه لازم انها تخضع لواحد الدراسه مفصله وليكونكلوزيون خلاصات ديال هذه الدراسه هي اللي غتعطيني المودوبيراتور انا ما عنديش المودوبيراتور ما عنديش اليوم غيكون انني الا فيكم اليوم غتكون لاستركتوراسيون غنكون اخطات قلت لكم غتكون الهدم غيكون اخطات اكثر علاش لان خصني دراسه من عند مكاتب دراسات اللي عندها الاهليه اللي تقول لي اشنو هو شنو هو الموضوع اللي غنضرب النساء الباحثين هذا غير باش نتعرف علاش وما يمكنليش كون يكون ديال البرون داميناجمون انني ندير البرون داميناجمون ديال الرباط كله واتغاضى على واحد المجموعه ديال الاحياء اللي كتعرفوا بان نحتاج دراسات اون زوم على الدراسات اللي غتعطي لي فرص و لو مود اوبيراتوار اللي باش نخدم سي تابيزا المود اوبيراتوار سو ني با اون ايشيل ديال البروغرام ديال الجو بروغرام تيجي بوغ بلانيفي تيقول لك اودي هذا شنو يمكن نديرو فيه المود اوبيراتوار واش غيهضمو ولا غيدير سولا سي تي اوتر شي اللي ما كتدخلش ليشيل ديال البروغرام إذا غير باش نختم هذا الموضوع فيما يخص الأحياء ديال اليوسفية اللي تم التداول بشأنها أنه غيوقع هذا فيها تصميم تهيئة ما جاش نهائيا وكنقولها وسطر هذا ما جاش نهائيا باش نقولوا هذا خص الدراسة خص الأحياء نعطيوها واحد الفرصة أنها ندرسوها وديك الساعة ماشي بالبرون داميناجمون اللي غير يتكلم على هذا الشيء باش نقطعوا الشك اليقين ما كاينش لها النقطة الثانية هو أن تكلمنا على واحد المجموع قلنا المقاربة جديدة تصميم من جيل جديد جا التجديد الحضاري جا كذلك وأنا تنأكد على هذا الشيء بالبعد الاجتماعي البعد الاجتماعي وهذا الشيء ماشي شعارات قلت قبيله قلت بان كاين مؤسسات حافظنا على المؤسسات وملي كنعرفو ملي كنتكلم على حافظنا على المؤسسات كما كنحب سيت اون كيسيون دو دوزاج هذا سهل دو ديناجمون ياك لو دوزاج الا كنا 90% ولا 95% حافظنا على المؤسسات و 5% درنا يمكن دي زيكيبمون اللي المدينه محتاجاهم سي ان بروغرام مباشر كما كان حافظنا على المؤسسات ساهمنا في واحد المجموعه كما جاء قبل قليل
التعليم كاين واحد مجموعه بحال الفلسفيه كتستعمل ديال واحد مجموعه ديال الاحياء. كاين واحد الملاحظه اخرى اللي كنطلب التعميه حنا غنبصوها. انا يمكنليش اليوم نقول الحي بحي، انا جو بريفير هي الى تدونات السجل ديال الملاحظات حنا مستعدين نبصوها ونشوفوا الاوبورتونيتي ديالها كيما درنا في الاحياء اليوسفية، نخرجوا زياره ميدانيه نشوفوا واش يمكن واش مايمكنش الى غير ذلك. غير نبغي ناكد على هذه المساله التعميه مهمه جدا باش نتفقوا عليها باش ما نكذبوش على بعضنا. التعميه دائما تكون شغل، التعمية دائما تكون شغل، يعني ما نمشي كنقول مقومات ديال التعمية، كنجيو التعمية ما يمكنليش ندير التعمية وانا عندي اون فوا دو كارير، ما يمكنش، راه فينا هي لا سالوبيتي، فينا هي لا سيكوريتي، فينا هي يعني غير إلا اتفقنا أنا مبدئيا ما عنديش مشكل مع التعمية، غير نتفقوا بأن التعمية عندها الشروط ديالها، عندها الشروط ديالها، لي زونبريز ديال لي باتي كبارو، لي غوتخيت لي زيتاج، نتفقوا على هذا المبدا. وديك الساعة كنستعدين إطار اللجنة المركزية أننا ندرسو ملاحظة بملاحظة ولا لا على نشوفو لوبورتينيتي ديال هاد الملاحظات اللي جا. كاين واحد مجموعة ديال 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 الملاحظات كذلك، تكلمتو على بأن الوكالة تسال واحد مجموعة الأقطاب الصحية ورياضية نهائيا. تكلمت قبل قليل بأن هاد لي زون دو بروجي هما اللي غيستخدموا مشاريع وهيكلة، وقلت بأن إلا ما درناش مشاريع وهيكلة تما راه عندنا نظرة عقار ما كاينينش، واليوم حنا منفتحين ما كاين حتى مشكل. إلا كان دو تيغان دو فونسي جميع المقاطعات حنا مستعدين أننا نحولوا لمشاريع وهيكلة، ما عندنا حتى شي إشكال. ساشون كو مثلا تكلموا على مشاريع وهيكلة راه لو زوناج يكون عندي ان زوناج جو دي نيمبورتو كوا، اللي كيكون عندي ان زوناج بسكات ولا اف بسان، هادشي ما تيمنعش قانونيا انه ان زوناج غاليطا يدار عندي في الحال، مي لا با سي با بوسيبل. دونك هادي مهمه جدا. البعد البيئي، البعد البيئي هو استحضرنا كذلك كما نذكر فقط ان ثلاثه الاهداف تكلمت عليها، كاين البعد التنموي وهضرت عليه، لي زون دو بروجي les actes structurants ديال الكوميرس، هذا وكاين البعد الاجتماعي تكلمت عليه كذلك، هادشي ديال الاحياء ديال اليوسفيه، هادشي ديال التعليه اللي وقع، المكتسبات، وكاين كذلك البعد الاستدامه والبعد البيئي، البعد الاستدامه كاين الشق يمكن الشق اللي تكلمنا عليه اللي هو لي زيسباس فير، وكما قلنا من 75 متر كاري باغ هابيتون غنتبعو 3 متر باغ هابيتون، مي انا تتفق معاك بان مجموعه من المشاريع اللي غتجي ان شاء الله من نيفو لاكوبليش راه بطبيعه الحال كنطلبوا لها الانستيتيو ديال الباك، كاين واحد مجموعه ديال القوانين اللي كتحكم علينا اننا نستحضروا هذا البعد البيئي وهذا الشيء كاين في البلون داماجون. واحد مجموعه ديال هذا التعميه باغي تنقول بالنسبه للتعميه مغاديش نقول زنقه بزنقه ولا حي بحي، جاوبت بشكل مختصر جدا. قبيله تكلمتو على واحد سيديا، سيديا حنا ما كنجيوش ما عندناش اختصاص اننا نجيو نحيدو واحد السيديا، هذا تراث ثقافي ديالنا، حنا ماشي غير كنجيو كنديرو السيديا، هذيك السيديا كاينه، سي ان باتريمون اللي كتخدم واحد المجموعه ديال المقتضيات القانونيه والتشريعيه اللي حنا كنحترموها ونيفو ديال البلان داميناجمون، ما عندناش الحق اننا نقيسوها الا بموافقة وزارة الثقافة. دونك هذه مهمة جدا. النقطة إلى سمحتوا لي، إلى سمحتوا لي الله يخليكم، إلى سمحتوا لي واحد النقطة أخرى تكلمتوا على عكراش، على سيكتور 25 على بستان، هادو سي أون كيسيون دو تومبوراليتي. قبيلة تكلمت على واحد مجموعة من المؤشرات العلمية متقاسمة معاكم، قلت لكم أودي راه قبل ما شتا مع البلان داميناجمون، راه هادو هما المؤشرات، شنو هما المؤشرات؟ اليوم تنتكلمو بأن عندنا لا بوبولاسيون ضربات من هنا 2030 غتعرف واحد الانخفاض اللي ما يناهز 130,000 نسمة، هذا سي ان انديكاتور مؤشر كبير كيفو كابتي، ما يمكنش كيدير البلون داميناجمون ما كيجيش وكيعطي واحد العرض كيمشي مع الضرب. إلا عندي اون بوبولاسيون دو موان 130,000 هابيتون ديسي 2030 ماشي كيعني بان الطلب غادي ينقص، هذا هو
الشكل. يعني حنا ما بغي هاد المؤشرات حنا حاولنا ونيفو ديال لي زون دو بروجي قلنا ما غاديش نسكب الان مناطق ديال البستان ولا كراش. نتسناو شويه سيتو كيسو دو توموراليتي على اساس ان لي زون دو بروجي غتكون عندنا فرصه ان هاد لي زون دو بروجي يستخدمو واحد مجموعه سكنيه واحد مجموعه ديال المشاريع المهيئه باش يمكن تستاج